رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة. نحن نتكلم في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من الدراسة في سيرهم أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الصالحون يا أيها الإخوة قالوا: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. يعني أنا كيف بدي أتقرب إلى الله؟ أحيانا واحدنا يتصور قالبا معينا، أنه أخي أنا بدي أصير شيخ أخطب عشان أتقرب إلى الله، هذا باب. أحيانا بيقول أنا بدي أصير شيخ أفتي الناس أتقرب بهذا إلى الله، هذا باب إن صحت النية. لكن أحيانا أنت تتقرب إلى الله عز وجل ببرك لوالديك إن صحت النية. أحيانا يكون باب وصولك إلى الله عز وجل خدمة أولادك إن صحت النية. أحيانا يكون باب وصولك إلى الله كفك عن الحرام إن صحت النية. أحيانا يكون باب وصولك إلى الله العمل الذي تعمله في محلك في قضاء حاجات الخلق إن صحت النية. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فنحن نقرأ في تراجم هؤلاء الأولياء مشان تشوفوا كيف كل منهم طرق بابا، فلعل بابا من هذه الأبواب يكون مفتوحا لك، فإذا فتح فالزمه. والآن ستسمعون خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة. سبق في الدرس الماضي هو من التابعين، يعني الجيل الذي بعد جيل الصحابة. قال: ورث خيثمة بن عبد الرحمن 200,000 درهم فأنفقها على القراء والفقهاء. يعني الله ألقى في قلبه أن يتقرب إلى الله ببر حفاظ القرآن الكريم وعلماء القرآن الكريم وحفاظ الفقه وفقهاء الفقه والذين يوصلون الخير إلى الناس، وأنفق ماله كله الذي ورثه على هؤلاء. قال: كان خيثمة يصنع الطعام الطيب ثم يدعو إبراهيم النخعي ويدعون معه فيقول: كلوا ما أشتهيه، ما أصنعه إلا من أجلكم. هيك ألقى الله في قلبه أن يتقرب إليه بخدمة العلماء، باب. طيب، هذا كان في الدرس الماضي. قال: عن خيثمة قال: إذا طلبت شيئا فوجدته فاسأل الله الجنة فلعله يكون يومك الذي يستجاب فيه. أحيانا أنت بتدعو دعاء بيوم الله بيستجب لك، لعله يكون هذا اليوم هو يوم الإجابة لك. فورا فورا بعد ما تنشغل بالشيء اطلب من الله عز وجل معالي الأمور، اطلب منه الجنة. وهذا أمر يا أخواننا في سائر فنون الوصول إلى الله. أحيانا في أخ بيناتنا يفتح الله تعالى عليه في السجود، فإذا فتح الله عليك في السجود فهذا باب رزق لا تغلقه، إلزمه. يعني أنا أعرف بعض الإخوة من له سجدات طويلات، يعني موضوع أن ينام في صلاته أو في سجوده هذا كثير كثير، يعني يكاد ما يمر به يومين ثلاثة إلا وهو ساجد، يسجد الساعتين والثلاثة والأربعة. فتح رزق. أحيانا الله عز وجل يفتح عليك في الدعاء، يعني أنت بتصلي فرض الظهر وناوي ترجع على المحل تبعك، بس بعد ما تصلي فرض الظهر ترفع إيدك، أنت ناوي هيك بس تقول: اللهم اغفر لي، اللهم سامحني، اللهم ارزقني، وبدك تروح المحل، ترفع إيديك بتحس فتح الباب. من فتح له باب رزق فليلزمه. بلا محل بلا عود إلزم، يعني هذا باب وفتح. تجد نفسك ممكن تجلس ساعة تدعو، أنت في أيام أخر يمكن 5 دقائق ما بيكمل دعائك، هذا باب فتح الآن لك. أحيانا أخ بيننا يفتح عليه في باب النفقة، في ناس سبحان الله بتشعر عنده سخاء عجيب،
بحب الإنفاق على الناس، بحب الإنفاق على الآخرين. والله مرة قلت لكم، جاءني أخ منكم يعني، قال لي يا أستاذ أنا يعني كل منى عيني ومنى حياتي وأملي إنه الله عز وجل يجبر كسر عباد على يديه. قال لي أستاذ أنا كثير بحب، والله عم بيحاكيني مثل يعني كالغريق المتغوث. قال لي أرجوك إذا بتعرف أحد يعني مكسور وبتعرف إنه أنا قدرتي بقدر أجبره مشان الله داخل عليك، بس دلني. الله أكبر. تشعر بأنه هو عم بيحاكيك متلهف ليجبر كثيرا. فتح هذا عطاء. في واحد ما يعني قدرته على العطاء قليلة. هلأ في أخ بيناتكم يا شباب يفتح عليه في الصيام. أنا بعرف بعض الأخوة يحضر معنا عنده صيام اثنين وخميس أبدا ما يعني ما يسأل عنها يعني. في أخ طبيب بيننا عنده يعني صيام يوم أي يوم لا، يوم أي يوم لا، خلص فتح هذا عطاء رزق. في إخوة يفتح عليهم في صلاة الفجر، في إخوة يفتح عليهم في صلاة قيام الليل، في أخ أو أخت يفتح عليه أو عليها ببر الوالدين، في أخ يفتح عليه ببر الأولاد، في أخ يفتح عليه بالنفقة على المساكين. المهم كل واحد بيناتنا هذا فتح. إذا الله فتح لك باب إلزمه وبادر إليه، وما بتدري متى يغلق دونك. لا تقول إيه الله بعدين، ببقى بصوم ببقى بصلي. مرات واحدنا يتقلب في ليله على فراشه ما عم يجينه. كرجل الصالحون يتمنون أن يستيقظوا. أنت إذا عم تتقلب على فراشك كأن الله يريدك، قوم باب رزق، هذا الله يريدك. أخ يفتح عليه في العلم، أخ يفتح عليه في تعليم الناس، أخ يفتح عليه في الكلمة الطيبة. مهم كل واحد بيناتنا فتح له باب فليلزمه وليخلص النية لله عز وجل، لعله يكون هذا الباب هو باب قربك ودخولك على الله عز وجل. ما بتدري يعني استكثر من الأعمال الخيرات أفقيا وشاقوليا. يعني حدا يقول أخي أنا بصوم، ما لا صوم وصلي وتصدق وحضر مجالس علم وبر المساكين وبر والدك ووالدتك وبر أولادك وبر زوجتك وساعد جوارك، هذا امتداد أفقي للصالحات. وبعدين في امتداد شاقولي، إذا أنت مفتوح لك في الصوم صوم كل يوم يا أخي، صوم يوم أي يوم لا. إذا مفتوح لك بالصدقات تصدق كثيرا، هذا امتداد شاقولي. ما بتعرف أن واحدة من هدون ستكون باب دخولك على الله، ثم أن واحدة ستكون باب قربك من حضرة الله عز وجل. ذكروا عن الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي، ثلث المسلمين الآن في العالم يتعبدون الله على مذهب الإمام أبو حنيفة. يعني إذا المسلمون الآن 1.5 مليار، 500 مليون إنسان يتعبدون الله متقيدون بمذهب الإمام أبي حنيفة. الله أكبر. شو هذا؟ أبو حنيفة تاجر بالمناسبة، بس مع تجارته علم وإخلاص وعبادة. واحد بيقول لك كيف لحق كل هدول؟ رزق رزق. هلأ مرات أنا وياكم نسمع والله في واحد ربح 200 مليون السنة الماضية بهذا 2014، بالله كيف لحقهم؟ رزق يا أخي. شو مفكر أنت؟ أنت عم تطلب من الله رزق هذا يأتيه. واحد أخي ربح مليار، إيه ما بيلحق يعدون. لكن أنت شو بدك يا الشغلي؟ الله إذا أعطى أدهش. فأنت اسأل الله. أبو حنيفة كيف صار تاجر وعالم وعابد ونص مليون بني آدم بعد 1400 سنة، 1200 سنة يتعبدون الله بمذهبه؟ شلون فتح؟ قال رؤيا أبو حنيفة في المنام، قيل يا إمام ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بما؟ قال كنت مرة أكتب بريشتي على قرطاسي، فكان ما عندهم هذا الحبر تبعنا والإقلام، عنده بودرة مثل سوداء مع ماء هيك بيلك هون وهون وبيكتب. قال فأردت أن أخذ حبري من الماء فرأيت بعوضة تشرب، وقفت على طرف الإناء تشرب، فانتظرت حتى انتهت. قال فغفر الله لي. الله أكبر.
ونص مليون بني آدم عم بتعبدوا الله على مذهبك، نص مليار، ما بتدري، ما بتدري أنت أنو عمل صالح الله يفتح عليك به. طيب وباقي الأعمال تكون درجات إن شاء الله تعالى. واحد من قوات جيوش المسلمين رؤية بعد موته في المنام، قيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بما؟ قال اطلعت مرة من علين على جندي فأعجبني عددهم وعدتهم، فتمنيت لو أني كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنصره بهم، فاطلع الله على ما في نيتي فغفر لي وأدخلني الجنة. بس عن نية، شوفي هون. ذلك يا أخوان يا شباب، استكثروا من الأعمال الصالحات بامتداد أفقي وامتداد شاقولي، قد ما بتقدر. لو انقطع نفسك في العمل الصالح افعل. ونياله اللي بيناتنا يا شباب اللي يستغل حياته كلها في الأعمال الصالحات تقربا إلى الله عز وجل. وإذا طلبت شيئا فوجدته فاسأل الله الجنة فلعله يكون يومك الذي يستجاب فيه. قالوا عن خيثمة قال تقول الملائكة يا رب عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا وتعرضه للبلاء، فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن ثوابه، فإذا رأوا ثوابه قالوا يا رب لا يضره ما أصابه في الدنيا. فيا شباب إذا كنتم صالحين، إذا كنا مؤمنين، إذا كنا مشتغلين بالصالحات، مهما جاءتكم سهام هذه الدنيا ما تزعلوا. يعني هو الواحد بيتألم، الإنسان بيتألم بيتوجع، يعني يتفطر قلبه، بس ما في مشكلة إذا أنت كنت من أهل الصالحات، بكرة بس ينكشف لكم هيك نعيم الله عز وجل، ما عاد بضرك ولا شيء مما مررت به بهالحياة، وكلها 60-70 سنة وتمضي من هذه الدنيا. قال الملائكة تقول يا رب عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا وتعرضه للبلاء. أنه في مرات يخطر لبال الواحد أنه يا أخي والله في ناس صالحين وخيرين، يا حرام يعني عم يتعرضوا لبلاء، الله أكبر. وفي ناس 70 الكارات عايشين برغد العيش مو شايفين شيء، ليش هيك؟ فالملائكة قال تقول الملائكة يا رب عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا، تبعد عنه الدنيا وتعرضه للبلاء، فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن ثوابه، فإذا رأوا ثوابه قالوا يا رب لا يضره ما أصابه في الدنيا. قال ويقولون عبدك الكافر تزوي عنه البلاء وتبسط له الدنيا، فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن عقابه، فإذا رأوا عقابه قالوا يا رب لا ينفعه ما أصابه من الدنيا. عن محمد بن خالد الضبي قال لم نكن ندري كيف يقرأ خيثمة القرآن، هذا الذي نترجم له، حتى مرض فثقل، فجاءته امرأته فجلست بين يديه فبكت، فقال لها ما يبكيك؟ الموت لا بد منه. فقالت له المرأة الرجال بعدك علي حرام. فقال لها خيثمة ما كل هذا أردت منك، إنما كنت أخاف رجلا واحدا، رجل فاسق يتناول الشراب، فكرهت أن يشرب في بيت الشراب بعد إذ القرآن يتلى فيه كل 3. اكتشفوا قبل ما يموت أنه وقت 3 أيام بيختم ختمة. كيف؟ عم بيقول لزوجته قالت له الرجال علي بعدك حرام، قال لا ما هيك أنا أريد، بس أريد أن لا يأتي رجل فاسق يسكن في هذا البيت اللي كان كل 3 أيام تطلع ختمة منه إلى السماء. فتح هلا في واحد معقول بالله معقول 3 أيام؟ لا لا اليوم في خطأ. لا مو خطأ أخي، مو خطأ، هذا فتح، هذا رزق، رزق هذا 3 أيام. الحلاقين وقت عيد الفطر أو عيد الأضحى، مرة في أخ حلاق قال لي 72 ساعة ما نمت. أنا شلون 72؟ ما رك يعني ما بتتصور معي، بس ما تأخذني اللي عم تجي 500 و100 و200 و300 و400 والزباين فايتة طالعة، بجوز آخر زباين بجوز ضرب له الراسون. بس يا أخي عم تجي أموال ليش ينام؟ ضله فايت، بس أنا ما بتصور شلون 72، بتتلف أعصابه. بس زلمة 72 عم بيقول ما نام، عم يشتغل، معقول كل 3 أيام بيقرأ ختمة؟ يا أخي شو ما عنده شيء، رزق. هات في ناس يا رجل عنده القرآن الكريم ما شاء الله، يعني يجري على لسانه حدرا،
يقرأه وهو ماشي وهو قاعد وهو مستلق، يقرأ حافظ بكرر ختمة وراء ختمة، ختمة وراء ختمة. قال عن سفيان عن رجل عن خيثمة أنه أوصى أن يدفن في مقبرة فقراء قومه، مع أنه كان منعم وكان كما سمعتم ينفق على الفقراء. قال المصنف: أدرك خيثمة علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعلي بن حاتم والنعمان بن بشير في جماعة من الصحابة، معناتها كان من التابعين. الذي يظهر أيها الإخوة أن باب ولاية عبد الرحمن أو خيثمة بن عبد الرحمن إنما هو إنفاقه في سبيل الله، والأمر الثاني الإكثار من النوافل وعلى رأسها القرآن الكريم. هذه أبواب تزيدك قربا من الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.